اختتمت بورصة الكويت أولى تعاملات الأسبوع على تباين مؤشراتها الرئيسية، ليسجل المؤشر العام انخفاضا بنقطتين وثلاثة أعشار النقطة ليبلغ مستوى 7170 نقطة. وشهدت الجلسة ارتفاع 6 قطاعات، في مقدمتها قطاع التأمين، بينما تراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع الرعاية الصحية. ننتقل معكم الآن إلى مؤشرات بورصة الكويت، حيث مؤشر السوق العام منخفض بواقع 2.3 نقطة. استقر المؤشر عند مستوى 7170 نقطة. السيولة النقدية نهزت 72,177,000 دينار. بالنسبة لكمية الأسهم 447,500 سهم. عدد الصفقات 21,952 صفقة. بالنسبة لمؤشر السوق الأول منخفض بواقع 32 نقطة. استقر عند مستوى 7,757 نقطة. السيولة النقدية ناهزت 26 مليون دينار. كمية الأسهم 88,670,000 سهم. عدد الصفقات 5,489 صفقة. بالنسبة لمؤشر السوق الرئيسي 50 مستقر اليوم عند مستوى 6,132 نقطة. ارتفع بمقدار 131 نقطة. السيولة النقدية كانت 19,500,000 دينار تقريبا. كمية الأسهم 203,500,000 سهم. عدد الصفقات 7,310 صفقات. بالنسبة لمؤشر السوق الرئيسي مرتفع اليوم بواقع 110 نقاط، واستقر عند مستوى 6,258 نقطة. السيولة النقدية كانت 46 مليون دينار وربع المليون دينار تقريبا. كمية الأسهم نهزت 359 مليون سهم. عدد الصفقات 14,463. بالنسبة لأكثر 5 شركات في حجم الارتفاع، يتصدر اليوم خليج للتأمين هذه القائمة بدينار 550، بيت الطاقة ب 130 فلس، وسهم يونيكاب عند 220 فلس، سهم مدينة الأعمال 88.5 فلس، وسهم متحدة 66 فلسا. بالنسبة لأكثر 5 شركات في حجم الانخفاض، وربا كابيتال 191 فلس، وسهم حياتكم 74.4 فلوس، وسفن عند 776 سهم، ميدان 712 فلس، وسهم امتيازات 81.7 فلوس. إذن مشاهدينا الكرام، دعونا ننتقل الآن لنتابع ملخص أداء جلسة التداول مع مراسلنا عايد العنزي، ونعود لكم بعد قليل. السوق الرئيسي يتألق بصورة واضحة، وخاصة الشركات المضاربية تقفز قفزات سعرية كبيرة جدا، وبصعود يعني صعود قوي وصاروخي لمعظم الشركات في السوق الرئيسي، وخاصة الشركات الرخيصة ما بين 50 فلس وأقل. وكذلك لاحظنا اليوم دخول أغلب الشركات إلى مستويات سعرية جدا يعني كبيرة جدا، خاصة بعد تراجعات الأيام الماضية لكثير من هذه الشركات كيونيكاب وكمينة وأكثر من شركة. اليوم لاحظنا فيها ارتفاعات ارتفاعات قياسية، ولاحظنا دخول اليوم أكثر من شركة على الخط، وكميات تداول كبيرة جدا على هذه الشركات، فيما السوق الأول يعاني.